أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من ذهب للعمرة من الرياض للطائف، هل هو مخير بين الإحرام من السير الكبير أو من وادي محرم إذا كان طريقه عن طريق الهدى؟ هو محرم واحد، امتداد الوادي من وادي محرم إلى السيل كله وادي واحد، هو محل الإحرام. إن جيته مع الطائف تحرم من وادي محرم، وإن ذهبت مع السيل فأنت تحرم إذا وصلت إلى السيل. نعم، وله وادي واحد. نعم، ممتد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما هي السنة؟ يعني إن جيته من طريق الهداء تحرم من وادي محرم، وإن ذهبت مع السيل الكبير تحرم من السيل الكبير. نعم.